أنا سورية مقيمة بمنطقة برج حمود ذات الغالبية الأرمينية. من بعد الشيء اللي صار بآخر يومين للأسف في كتير تهديدات ومضايقات عم بتصير تجاهنا نحن السوريين، بنشر فيديوهات، توزيع المنشورات للأسف إنه نخلي المنطقة ونطلع. أنا مواطن سوري ساكن برج حمود. محلاتنا كلها مسكرة هلا حاليا، واقفين لا المهلة نهايتين لنهار الجمعة، وكلياتنا ببيوتنا ما بنحسن نتحرك ولا شيء، واخدين المحلات بالأجار، يعني الوضع صعب. إذا يصير مشكلة وين نروح؟ الموضوع كتير صعب، يعني لو في طريق آمن إنه نطلع من هون أكيد ما حدا راضيان بهيك عنصرية. طبعا نطلع من هون لسوريا الموضوع كتير صعب، خاصة إنه زوجي مطلوب للاحتياط للأسف. المفوضية طبعا لا حس ولا خبر.